انطلق مشاهدينا الاعزاء والحفل الكريم. هذا الشوط يعتبر شوطنا الخامس الثالث للبكار، وتمت الانطلاقه على بركه الله وحفظه. انطلق هذا الشوط و انطلق مشاهدينا الاعزاء قبل قليل شوطنا الثالث للبكار الخامس من مجموع اشواط الفتره الصباحيه، ومقدمه الشوط ومن تحتل المركز الاول هنا التقدم للعنود لسعاده الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل ال ثاني، يضمر العنود سعيد بن راشد الزعبي. ننتقل الى المركز الثاني ومن تنطلق سليل لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد ال ثاني، ضمر محمد بن برقان بن مقارح الدور والنقلة إلى المركز الثالث. سفانة لسعادة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سعود ال عبد الرحمن ال ثاني. ننتقل إلى الرابع ومن تحتل المركز الرابع في هذه اللحظات العزوم لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن فالح بن محمد ال ثاني. المركز الخامس منحاف لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، انضم عبد الله بن نايف الهاجري. العودة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، العنود لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، مضمر سعيد بن راشد الزعبي. أتمنى من أخواني مضمرين هجر أصحاب السمو الشيوخ تسجيل اسم المضمر في الكشف لنتمكن من إذاعة ذكر من إذاعة اسم المضمر. عموما العودة إلى المركز الثاني ومن تتقدم سفانة لسعادة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سعود آل عبد الرحمن على المركز الثاني. المركز الثالث اسم جديد يتدخل في هذه اللحظات الغزيل لسعادة الشيخ محمد بن حسن العبد الرحمن الثاني. وعودتنا إلى مقدمة الشوط، يا سلام انطلقت العنود، انطلقت العنود. الشعار الغرفاوي اليوم حاضر بقوة، حاضر بقوة الشعار الغرفاوي، شعار الغرفاوي يا سلام، شعار سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني بعد فوز سلهودة بالشوط الرئيسي. هذه العنود تعود لتختطف النقطة الثانية. أسعد الله صباحكم يا أهل الغرافة، أسعد الله صباحكم وصباحك خير. لا داعم هذا الشعار سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. ناموس، تهانينا والناموس لسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني على فوز العنود في صباح هذا اليوم بالنقطة الثانية، والتهاني لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. وسلام يا ابو راشد سلام، تهانينا للمضمر سعيد بن راشد الزعبي. اليوم نقطتين، اليوم نقطتين مع هذا المضمر المميز. عموما المركز الثاني وصلت امجاد لسعادة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سعود آل عبد الرحمن آل ثاني. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت فيه العسيلة لسعادة الشيخ مبارك بن خليفة بن سعود بن ثاني آل ثاني. المركز الرابع وصلت فيه العزوم لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن فالح بن محمد بن جاسم آل ثاني مع المضمر طالب بن فرج بن هليل. بينما المركز الخامس، المركز الخامس كان الوصول من معزة لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، وهذه العنود تصل بسلام وأمان وبدون أي منافس على الإطلاق، قاطعة مسافة الكيلوين في توقيت زمني 2:57 ثلاثة أجزاء من الثانية. اليوم هل الغرافة متميزين؟ تهانينا والناموس لداعم هذا الشعار سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. تهاني لسعادة الشيز سعيد بن راشد الزعمي. المركز الثاني كان من نصيب أمجاد 2:58 سبعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك أمجاد سعادة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سعود آل عبد الرحمن آل ثاني. المركز الثالث العسيلة احتلت المركز الثالث، قطعت المسافة في 2:59 ستة أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لمالك عسيلة سعادة الشيخ مبارك بن خليفة بن سعود بن ثاني آل ثاني. تهانينا وناموس لجميع الفائزين.